ما هو المال؟ قطعة من الورق؟ قطعة من المعدن؟ أم أنه مجموعة من الأرقام؟ لقد أطلق عليه اسم أصل الشر، ولكنه يمكن أن يساعد في استئصال الشر. لا يمكنه أن يشتري لك السعادة أو الحب، ولكن البعض يقع في حبه على أي حال. قد يستطيع تغييرك أو يساعدك على اكتشافك لحقيقتك. يمكنه أن يستعبدك أو يحررك. يمكنه أن يفتح لك الأبواب أو يشتري لك الأبواب، ولكنه لن يرشدك إلى ما قد تفعله داخلها. يتحكم بك ويمنحك القدرة على التحكم. قد يمنحك القوة لتقول نعم والحرية لتقول لا. إنه كل شيء، ولكنه لا شيء، لأن المال هو المال فقط. نحن في HSBC نؤمن بأن المستقبل لمن يمتلك الرؤية بأفق أوسع.